عباد الله، إن بلدنا المغرب بلد غني ليس هو صحراء قاحلة ولا مستنقعات سبخة لا تصلح للزراعة ولا جبالا بدون سهول، ولا هو ضيق المساحة، وإنما فيه من الأراضي المنبسطة والخصبة الكثير الكثير، وفيه الغابات الشاسعة والأنهار والبحيرات الطبيعية والمصنوعة، وفيه المعادن المتنوعة، وله شواطئ طويلة وبحار غنية. وسكان المغرب اليوم يتحملون من الضرائب المختلفة ما لا يطاق، ويؤدون من المكوس في الأسواق الصغيرة والكبيرة ما يعد فحشا ومنكرا، والمداخيل السنوية من الأملاك العامة وغيرها وغيرها من الضرائب والمكوس لا يعلم مقاديرها إلا القليل قليل، والمواطنون لا يعرفون كيف توزع الميزانية ولا كيف تنفق. إن المغرب غني بخيراته، لكنه فقير إلى المخلصين من أبنائه، فقير إلى أهل القناعة والعدل والأمانة من حكامه ومسؤوله. إن المغرب لا يشكو من مشكلة الفقر الحقيقية بمقدار ما يشكو من آفات الجشع والجمع والتكاثر عند طائفة محدودة، ومن التبذير والإسراف عند أخرى، ومن الكسل والبطالة والإهمال عند أخرى أيضا. لكن كثرة الضرائب وتصاعدها المهول والتأثير والتعقيد في المعاملات والإجراءات القانونية أدى كل ذلك وغيره إلى إغلاق كثير من المعامل والمصانع، وسبب في عجز كثير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن المزاحمة وتحمل الخسائر، وبذلك ضاعت كثير من الأسر وتشرد كثير من الأفراد، وتعاطى بعض العاطلين حرفة التسول واستغنى بها عن العمل المسؤول، واستسلم البعض إلى اليأس والانتحار البطيء، وصار البعض لص وجن البعض وتاه البعض وأكل الحوت البعض وألقى بالجثث البعض على الشواطئ. إن مشكلة الفقر في المغرب مصنوعة مختلقة دبر مؤامرتها وكيدها الأعداء من الخارج، ونفذها الخونة في الداخل. وإن ربك لبالمرصاد، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.